شيخ حسين. نعم. عايشنا في الحرم في مصر في كل حتة. طيب تسمع الشيخ ماهر مؤذنك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا من شاو وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حصري. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة البنة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شكل حذيفة يا حاج. نزلا من غفور رحيم. سعد الغمدي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فارس عباد وقال إنني من المسلمين. مصطفى اللاهوني. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع